لاحظ أيها الأخوة أن بعض الناس سبحان الله عندهم هذا النفس، نفس التزهيد في عمل الخير، فعندما يأتي رمضان يبدأ يزهدون في العمرة في رمضان، ويأتون بأقوال بعض العلماء في أن العمرة في أشهر الحج أفضل، ثم أيضا تفطير الصائم، تجد بعض الناس يأتي لسلوكيات خاطئة تحصل من بعض من يفطرون، ثم يبدأ يضخمها وينفخ فيها، يقول الناس لا تفطروا الصائمين، هؤلاء يفعلون كذا وهؤلاء كذا وعندهم إسراف وعندهم تبذير. طيب كم نسبة من عندهم إسراف وتبذير إلى مجموع من يفطر؟ نسبة قليلة، فتجد أنه يزهد الناس في هذا العمل. ثم إذا أتى الست من شوال بدأ يزهد الناس، يأتي بأقوال إما شاذة أو مرجوحة في التزهيد. ثم أيضا سترون الآن في الحج هناك من أيضا يزهد الناس في الحج، إذا أيضا بالنسبة للأضاحي هناك من يزهد الناس في الأضحية، يقول الناس ليسوا الآن بحاجة للحم، يعني الله يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. وبالنسبة للإمساك لمن أراد أن يضحي يأتي ويقول، هنا يأتي بأقوال أخرى، وأن هناك أقوال يأتي إما بأقوال مرجوحة أو أقوال شاذة ويثورها في الناس. يعني هذا النفس أيها الإخوة، إذا أتى عاشوراء يبدأ يزهد الناس، هذا من قلة التوفيق. تزهيد الناس في عمل الخير من قلة التوفيق. إذا كنت لن تعمل الخير اترك خيرك يعمل الخير. والآن يعني في وقتنا الحاضر مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي أصبح هذا شائعا، ولذلك لا تنشر يا أخي الكريم هذه المقاطع التي فيها تزهيد الناس في أعمال الخير، لا تنشر هذه المقاطع. إذا وصلك المقطع فاجعله يقف عندك، لا تزهد الناس في عمل الخير، اترك الناس تعمل خير، اترك الناس تعتمر، تحج، تضحي، تفطر الصائمين، تصوم الست، تصوم غيرها.